نروح لكرة القدم والبطولة العربية ونادي الأهلي ووصول لدور قبل النهائي في البطولة العربية ولقاء الفيصلي. شفت هذا اللقاء ازاي يا استاذ وليد؟ خاصة ان المباراة كان فيها العديد من الأحداث، يعني في سيناريوهات كثيرة في هذا اللقاء. شفنا النادي الأهلي بيستعيد مرة تانية بعض اللعيبة غير الجاهزين لتعويض اللعيبة اللي كانت جاهزة للبطولة العربية ولكن حصل إصابات. يعني ملخص كبير جدا في هذا اللقاء اكيد ليك تعقيب عليه يا استاذ وليد. يعني خلينا نقول ان النادي الاهلي خد كل اللي عايزه من البطوله دي الا 5. يعني الاهلي استفاد على مستويات كتير جدا، استفاد على المستوى الفني، استفاد على المستوى الجماهيري، استفاد على المستوى التكتيكي، استفاد على المستوى الاجتماعي والسياسي، لكنه لم يفز بالبطوله ولم يفز بالجائزة المالية كاملة، وهو ده اللي خسره الأهلي من البطولة دي. الأهلي تعامل مبدئيا من البداية من أول مباراة، أنا شايف يعني سياسة البطولة أو فكرة البطولة عند النادي الأهلي كانت إيه؟ كانت أولا مشاركة طبعا وتواجد، من يعني النادي الأهلي كان فكر أنه هو يعتذر، لكن مع الضغوطات اللي حصلت والطلب اللي حصل سواء من المسؤولين المصريين أو المسؤولين العرب وإصرارهم من النادي الأهلي شارك، قرر طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي أنه هو يشارك في البطولة للأسباب اللي قلناها، اللي هي الأسباب اللي هي أولها وأهمها أن تجمع عربي زي ده ما ينفعش يحصل بدون تواجد النادي الأهلي، خصوصا أنه هو موجود في مصر. تاني سبب أو تاني هدف من أهداف النادي الأهلي هو تجهيز البدلاء. كان ممكن لاعب زي أسلام محارب يدخل في التشكيل بالسرعة دي ازاي من غير بطولة عربية؟ كان ممكن لاعب زي وليد أزارو يظهر ويتأكد جماهير الأهلي وجهازه الفني ان عنده مهاجم على مستوى عالي الا بمباريات البطولة العربية؟ كان ممكن ازاي لاعب زي عمرو بركات يخرج من حالة البعد او التجميد على الدكة لأسباب كتير طبعا وتلاحم الموسم وتلاحم المباريات الا بمباريات البطولة العربية؟ كان ممكن النادي الأهلي يحط رجلين أحمد الشيخ إزاي في الملعب بمباراة قوية ومنافسة قوية وضغط عصبي زي ده بعد طبعا العودة للنادي الأهلي وأجازة الجواز والبعد عن الكورة إلا بمباراة البطولة العربية؟ كان ممكن كابتن حسام البدري والجهاز الفني للأهلي يكتشف اكتشافات فنية كنا بنتكلم فيها قبل الهوى من غير البطولة العربية؟ طبعا هنتكلم فيها بتفاصيل وصديق العزيز أحمد طبعا هيتكلم فيها معانا إلا بمباراة البطولة العربية. الحقيقة بعض اللاعبين في النادي الأهلي البطولة العربية هتقلل، طبعا مفيش حد بيحب يقعد على الدكة، مفيش حد بيحب ما بيشاركش، لكن في بعض اللاعبين القلائل ممكن يعملوا حالة من الصخب أو الضغط أو يبقى عنده مشدود قوي إنه ما بيشاركش أو ممكن البطولة العربية دي تثبت له إنه محتاج يبذل جهد مضاعف علشان يستحق انه يتواجد في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. في بعض اللعيبه واحد او اثنين او ثلاثه واتيفر لو هنختلف او هنتفق فيهم محتاج تاني يراجع نفسه ويتاكد ان تواجده على الدكه ما كانش ظلم ليه. ممكن النادي الاهلي يستفيد منه في بعض الاوقات، لكن ممكن ما يكونش مستواه الحالي يسمح له انه يبقى اساسي على 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 قائمه فيها 30 لاعب يبقى جزء من 11 الا لو بذل مجهود مضاعف. هو مجرد تواجده في النادي الاهلي هو نجم. اي لاعب في ال 30 لاعب من النادي الاهلي قرر النادي الاهلي انه يضمه لقائمته هو نجم، والنادي الاهلي ما بيضمش الا لعيبه على مستوى عالي، لكن في بعض اللعيبه محتاجه تبذل جهد مضاعف علشان تتواجد في التشكيل الاساسي، وتواجدهم في البطوله ولعبهم في البطوله اثبت لهم ان هم لازم يعملوا ده، ودي من مكاسب النادي الاهلي في البطوله. فده بشكل عام لو هنتكلم بشكل عام قبل ما ندخل في تفاصيل بعض المكاسب اللي حصل عليها النادي الاهلي من البطوله. وطبعا تبقى الخساره اللي ما ينفعش تغفلها جماهير النادي الاهلي ولا الجهاز الفني ولا اللعيبه ولا حتى مجلس الاداره، ان النادي الاهلي خسر بطوله ومطالب يعوضها في بطولات اهم. هو خسر بطوله وديه الى حد ما، هنقول ان هي وديه طبعا لانها مش رسميه، مش معترف بيها من الاتحاد الدولي او من الاتحاد الافريقي، لكن هي بطوله. خساره النادي الاهلي لبطوله هنقول ان هي بطوله وديه لازم تضع اللاعبين امام مسؤوليات امام انفسهم وامام جماهيرهم وامام الراي العام ان هم بقى يعوضوا بالبطولات الاهم اللي هي هتبدا بكاس مصر ثم دوري ابطال افريقيا.